أهلا أحباب، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله، وعواشر مباركة على الجميع. اللي تشاهد القناة لأول مرة ما يبخلش علينا بواحد الشيراك وبواحد لايك. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على اللابورو دوميستيكو، خصوصا في هذه السنة هذه ديال 2021، وغنتكلموا كذلك على الأنواع ديالو وكذلك على الرواتب ديال هاد الناس هادو اللي تخدموا في هادشي ديال المنازل ديال لابورو دوميستيكو. المهم ما تنقولوا لابورو دوميستيكو راه تنقصدوا بها الناس ديال الكولف، البادانتي، بيبي سيتر، جاردينيري، مهم جميع الناس هادو اللي تخدموا عند العائلات يعني في الديور، راه هادو هما يعني لابوراتوري دوميستيشي، الناس ديال العمال ديال المنازل. المهم اللي تحدد الخلاص ديال هاد الناس هادو، الرواتب ديال هاد الناس هادو بطبيعة الحال هو العمل ديالهم مثلا. كذلك اللي خدام مع العائلة يعني غير بالسوية، كاين لابوراتوري يعني اللي عايش مع العائلة كونفيفينت مع هاد العائلة، كاين لابوراتوري اللي ما عايش مع العائلة يعني تيمشي تخدم عندهم، ما عنده السويعات ديالو صافي تيقضيهم وتمشي بحالاته. كاين لابوراتوري تخدم تيدير لاسيستنس بالليل مثلا، كاين اللي تيجي تيدير مثلا غير كومبانية بالليل مثلا، غير الحضور ديالو بالليل مثلا مع ديك العائلة مثلا، تبقى مقابل شي حد مثلا ما تيديرش حاجة عا تقابلو مثلا، يعني ما تيقومش كاع بالعمل. يعني هاد المسائل هادي كلها هي اللي تتحدد مثلا يعني الخلاص ديال الناس هادو. كاين الناس اللي اكسبير بطبيعة الحال عندهم ديبلومات ديالهم مثلا، عندهم اوس، عندهم شي حاجة بحال هاد الحوايج هادو تدخلوا يعني تما في اللابوراتوري دوميستيشي، والراتب ديالهم يعني طالع على حسب داك الليفيلو ديالهم، لانه طالع لحقاش كاين ليفيلو ا، كاين مهم ليفيلو ا سوبر. المهم ما غاديش ندخلوا في جميع لي ديتاي، لان ما غاديش تقدنا مثلا حتى 4 سوايع ما يقدروش نبقاو نهضروا على هذه المسائل هذه. يعني كاين ليفيلو بي، كاين مهم كاين بزاف ديال ليفيلوات، وعلى حسب هذا الليفيلو هذا بطبيعة الحال يعني تيكون الخلاص. بالنسبة كما قلت لكم ليفيلو أ مثلا تيكون فيه مثلا الناس ديال تيديرو البوليسية مثلا، تكون ولا تيديرو خدام في هادشي ديال لافاندرية مثلا، كذلك ولا خدامين كذلك تيديرو شي أعمال يعني ديال المساعدة في الكوزينة مثلا، تعاونوا شي كوكو تما في هاد الدار هادي مثلا. يعني هادو داخلين في هادشي ديال ليفيلو أ. ليفيلو أ سوبر هو دوك الناس اللي داخلين تيديرو لا كومبانية فقط، ما تيديرو حتى شي حاجه، ما تعاونو ما حتى حاجه، داخلين هادو ليفيلو ا سوبر يعني تيديرو غير كومبانيا لهداك العجوز او ديك العجوزه مثلا فقط، ما تيديرو حتى شي حاجه. المهم الحضور ديالهم فقط راه هو كافي بالنسبه لهاد الناس هادو، تيديرو لهم كومبانيا. بطبيعه الحال داخلين هادو في ليفيلو ا سوبر، وعاد كاين ليفيلو بي. المهم كما قلت لكم كاين بزاف ديال الليفيلوات، وعلى حسب هاد الليفيلوات كاين يعني الخلاص. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي تشوفوا معايا هنا واحد الطابليت، واحد الجدول اللي تحدد هاد الليفيلوات، وتحدد كذلك حتى الراتب ديال كل يعني عامل في هاد اللي داخلين في هادشي ديال لافورو دوميستيكو. كما غادي تشوفوا معايا هنا هادي هي الطابله المينيما ديال ريتريبوتيفي في الساتي ديال لا كوميسيوني ديال هادشي ديال ناسيونالي ديال هادشي اللي خاص بلافورو دوميستيكو. كما تنشوفو هنايا ما عرفتش شكون داكشي واضح. المهم بالنسبة لليفيلو أ كاينه 645 أورو، ليفيلو أ إس 762، ليفيلو بي 821، بي إس 880، تشي 938، تشي إس 997، دي 1173، دي إس 1232 أورو. المهم هذا هو الخلاص كما قلت لكم، وساديبون على واش العامل هذا كونفيفينتي ولا ماشي كونفيفينتي، تعيش مع العائله او ما تعيش مع العائله. بطبيعه الحال كما قلت لكم الخلاص هذا لي فالوري يعني المينيمو كما قلت لكم، دا السويع مثلا ليفيلو ا تقريبا تتخلصوا بديك 4 أورو و65 الساعه، ليفيلو ا اس تتخلصوا بديك 5 أورو المينيمو، 5 أورو و50 وغاديه على حسب الليفيلوات ديال داك العامل. هذا ما يتعلق يعني بالخلاص، لانه العديد ديال الاخوان تيسولوني، تكلمنا اخويا على البادانتي على الخلاص، بغينا نعرفوا الاجره كيفاش دايره. المهم هذا ما يتعلق بهاد المسائل هذه ديال البادانتي وديال لابورو دوميستيكو ان جينيرال. وكذلك غادي نتكلموا على الكير جيفر وكومي ريكيدري البينيفيتشي ديال لا ليجي 104، الرقم 104. كي جيبر هما الناس يعني اللي تعطيو يعني تقدموا واحد المساعده لشي واحد مثلا من العائله ديالك،
من ذوي الاحتياج مثلا الابن او الاخ او الاخت او شي واحد من هذا القبيل، لانه ممكن انه يستافدوا من الدعم هذا او من هذه الامتيازات هذه ديال هذا لا ليجي 104. وغادي نشوفوا كيفاش ممكن الانسان يطلب لي بينيفيتشي ديال هذا لا ليجي هذه ديال 104. المهم المساله كلها طبيعه الحال خص الانسان يتصل بالطبيب المعالج مثلا ديال العائله، يعني اللي غادي يدوز على السيد هذا ويعرف يعني انه يعني عنده لي ريكويزيتي، الشروط راه متوفره فيه، ومن بين الشروط يعني الاعاقه ديالو مثلا، لان صعيبه وغرافي هذا الاعاقه، الهانديكاب عنده غرافي، والسيد هذا راه محتاج لواحد الرعايه دائمه، يعني محتاج الناس اللي يبقاو معاه يعني تقريبا 24 على 24 ساعه محتاج المساعده. بطبيعه الحال ممكن الانسان يدير هذه الدوموند هذه، بطبيعة الحال غادي يمشي كما قلت لكم عند الطبيب، الطبيب هو اللي غادي يعمر هاد الفيربال هذا اللي ديال تشينتو لا ليجي 104، غادي يعمرو، ممكن يصيفطو هو ديريكت أو يصيفطو للإيمس، أو ممكن الإنسان ياخدو مثلا من عنده، تقدر تصيفط نتايا تقدر تصيفطو ماشي مشكلة عن طريق يعني الإيمس ولا الإيناي كذلك، أو اتصال بالرقم 803-164 باش ياخد الإنسان معلومات، أو الإنسان يمشي كاع حتى للباتروناتو. المهم هادي المهم جميع الوسائل اللي ممكن الانسان انه يعني يوصل بها داك الدوموند ديالو ديال هاد لا ليجي 104. كما قلت لكم الطبيب من الاحسن الانسان يمشي على الطبيب ديال العائله، هو اللي غادي يعمر هاد الطلب هذا وغادي يرسلو للايمس، بطبيعه الحال راه يكون واحد الرقم ديال البروتوكول ديال هاد الدوموند هادي اللي غادي يصيفط لكم هو الايمس. من بعد الايمس هما تيبعثوا لكم مثلا الاستدعاء باش انكم تجيو، وغتكون واحد اللجنه واحد كوميسيوني ديال الاطباء ديال لازل بطبيعه الحال اللي هما غادي يشرفوا يعني على واحد الفيزيت واحد الكونترول على هاد السيد هذا باش يعطيكم واحد لاتيستاسيوني في الاخر، تعطوك واحد الفيربال ديال لاتيستاسيوني يعني تيشهد على ان السيد عنده هاد الهانديكاب يعني غراف، وخاصو يعني الناس هادو اللي مقابلينو طبعا الحال خاصو تكون عندهم يعني يستافدوا من الامتيازات اللي خاصه بهاد الناس هادو، ومن خلال هاد لاليجي كيما قلت لكم ديال 104. من بين هاد الامتيازات مثلا الانسان اللي كان خدام ومقابل شي واحد مثلا من العائله ديالو اللي عنده هاد لونديكاب مثلا غرافي، يعني عندك الحق مثلا في واحد 3 ايام ديال يعني ما يمشيش انسان للخدمه ديال لي بيرميسي اجازات يعني ومخلصين بطبيعه الحال. كذلك عندك الحق يعني في الاختيار ديال المكان ديال العمل، ماشي اي بلاصه يقدروا يصيفطوك ليها مثلا انك تخدم فيها، كذلك تقدر يعني شي ترانسفيرمنتو يقول لك عاد في شي مدينه اخرى من حقك انك ترفض ما تمشيش، يعني هاد الامتيازات كلها يعني عند الناس هذو اللي غادي يقابلوا شي واحد من العائله ديالهم مثلا عنده من ذوي الاحتياجات. كذلك بلا ما نتكلموا على لاجيفولاسيون ديك فيسكالي على حساب لي سبيزي وداكشي المصاريف ديال العلاج والمساعده ديال العلاج، هادشي كاع ما نتكلمو عليه يعني داخل في لاجيفولاسيوني كيما قلت لكم ديال لا ليجي. وبالنسبه للعائلات يعني اللي عندهم شي واحد من ذوي الاحتياجات، يعني راه الاب والام ممكن انهم كذلك يعني جوج حتى لجوج الناس ممكن انهم يستافدوا من هاد الامتيازات ومن هاد لاجيفولاسيوني ديال هاد لا ليجي 104. في الاخير غادي نتكلموا كذلك على ايطاليا وجميع الزونات ديالها والالوان ديال كل ريجوني فيها. بالنسبه لكالابريا يعني تكونفيرمات يعني زونا رانشوني، بالنسبه للكامبانيا الكامبانيا دو فيريستريتيا في جالو غتبقى في الاصفر اللون الاصفر، ايميليا روماني لا ريجوني دو فيري مانتينيري لا فاتشا جالا هي كذلك في اللون الاصفر ايميليا رومانيا، فريولي فينيتسيا جوليا alla luce della situazione epidemiologica anche il Friuli è destinato a rimanere in zona gialla taglia cadere in zona gialla tbqa fil asfar Lazio cadere molto probabile permanenza in faccia gialla tbqa fil asfar Liguria cadere taglia anche dal 3 maggio in poi من 3 maggio وما فوق يعني dovrebbe restare in zona يعني تبقى كذلك هي في zona gialla. كذلك لومباردي ممكن كذلك حتى هي تكونفيرما ليها يعني لا فاتشا جالا لومباردي، ماركي زونا جالا كونفيرماتا كوازي سيكورامنت يعني تقريبا صافي يعني حتى هي جالا ماركي، موليزي انكي موليزي دوفيربي مانتينيري حتى هي تبقى في زونا جالا، بيمونتي انكورا جالو
كوازيا سيكوراتو انكي دال 3 ماجو ان بوي من ابتداء من 3 ماجو وما فوق يعني راه سيكورو حتى هي جالو حتى هي بوليا بوتريبي الباساجو دال لارانشوني من لارانشوني ممكن انه يقدر يكون واحد الباساجو انتقال من لارانشوني من اللون البرتقالي للون يعني الاصفر حسب لانه بدات يعني تحسنات في الارقام اللي كاينه. ساردينيا الجزيرة هي ممكن انها تقول وداعا للزونا روسا وممكن انها تدوز يعني لارانشوني البرتقالي. سيشيليا كذلك دالوني دي تريماجو لسيشيليا ممكن انها تبقى في لارانشوني غتبقى في لارانشوني سيشيليا. توسكانا لا توسكانا فا فيرسو لا بيرمانينسا ان جالو غتبقى في اللون الاصفر. ترينتو جالو يعني كونفيرماتو كما تنشوف هنا هنايا. لومبريا لومبريا دوبريبي ريستاري ان زونا جالا تاهي. فالي داوستا لا ريجون ان بيليكو سبيرا تتمنى انها يعني تبقى في زونا يعني ارانشوني ولكن ممكن انها تدوز يعني لزونا روسا فيما يخص فالي داوستا. الفينيتو الفينيتو غادي يبقى في زونا جالا. هذا ما كان اخوتي بخصوص الالوان ديال الايطاليا بخصوص هادشي ديال الكوفيد. وهذا ما كان في هذا الفيديو. نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.